والله أنا فكرت صاير معك شي يعني، بس لا الحمد لله. شنو صرنا بنص الشهر وما دفعت لنا الأجرة؟ اجرت شو اخي جابه؟ أجرة هذا البيت؟ ايش ابوك ما قال له؟ لا والله، شو بده يقول لي دفعت له؟ لا له يعني يقول لي أنت. أنا اشتريت البيت من أبوك ودفعت له حقه على دوز بارا. شلون؟ وين صار هالحكي؟ والله من شي شهر وأخذ حقه وشندي. شو شايفني شاطر ريالتي ولا ولد بمشي بالحارة لصدق هالكلام؟ والله هي الحقيقة، بدك تصدق بكيفك ولا مو بكيفك؟ لا سيدي، مو هي الحقيقة، وأنت زلمة كذاب. أنا زلمة الله رزقني واشتريت هذا البيت، مشكلتك مو معي، مشكلتك مع أبوك. راشد خلص الحكي عمي، وبمعيتك في جماعة جايين يباركوني بالبيت، بقدر مين منهم؟ هيك لك ها؟ لك الله لا يبارك لي بحياتي إذا ببارك لك بهالبيت، أنا بورجيك. الله معه. قال بده أجرة البيت؟ تضرب منك لأبوك. سيدي أنا جاي أشتكي على راشد. وليش شو عمل معك؟ والله ما عم يرضى يدفع لنا إيجار البيت، ولا عم يقبل يطلع منه، لا وشو كمان بده ينصب علينا. وشو عرفك انه بده ينصب عليكم؟ والله عم يقول انه اشترى البيت من ابي ودفع حقه شندي. طيب انت سالته لابوك شيء؟ شو بنا سيدي؟ ليش بدي اسال ابي؟ ما انا متاكد انه راشد كذاب. وليش متاكد كل هالقد انه راشد كذاب؟ لك سيدي ابي زلمه خرف، وهذا الزلمه عم يكذب على لسانه. يا عسكري جيب لنا راشد وابو جابر. هلا اساله سيدي وتاكد بعينك. هلا بشوف. وهي اطيب كاسه شاي لاحلى ابو جابر. منيح اللي تحسنت اخلاقك بعد موت جوزك، وبعد موت جوزك منيح اللي تحسنت اخلاقك. يابي انا مالي متجوزه، مالي متجوزه. بعرف بعرف، هو كان متجوزك على عيون الناس، بس هو ما كان طايقك، ودوم الدوم كان يحكي عليكي، وكان يحكي عليكي دوم الدوم. يا ماما لك لما بعت امه تخطبي وصاها تلاقيله ابشع مني، دورت 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 ما كانت تلاقي ابشع مني، وابشع منك ما كانت تلاقي. شو هالحكي ابو جابر؟ لك بنتنا مثل الفله، ورده ورده بس ميته، مثلك على التمام وعلى التمام مثلك، ورده بس ميته. لا حول ولا قوه الا بالله، انا هيك؟ لك واكثر من هيك، اصلا ابن عمي يوم اللي جوزك اكل خازوق ما اكل مثله بحياته، وما اكل مثله بحياته ده الخازوق. ابو جابر خسيبك. والله والله لو ما ضل في نسوان بالدنيا ما بتجوزك، وما بتجوزك لو ما ضل نسوان بالدنيا. يو 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 على هالحكي. مثل ما عم قلك انا ماني مخرف واجذاب لحتى اتجوز مرت ابن عمي اللي اخذوه عن اخذ عسكر. طيب بكره بلكي رجع من الاخذ عسكر، انت كلك مانك محرزه لاختلف انا وابن عمي. ما حد لي يعني. هذا الحكي مو صح سيدي، هي حجة البيت وجحها بصمة أبو جابر عليها. سيدنا هي الحجة كلها ما أنا مزبوطة، وهي ما أنا بصمة أبي، مزبوط ولا لا يا أبي؟ لا مو مزبوط، مو مزبوط ابنه. شلون يعني مو مزبوط؟ يعني أنت بعت البيت؟ إيه أنا بعت البيت، البيت بعته أنا، إيه أنا بعته للبيت. لك إمتى؟ أنت ما دخلك، ما دخلك ابنه، بس يكون دخلك ببقى بلك. وببقى بلك بس يكون دخلك. ليش ما قلت لي يا بي؟ ليش؟ انا حر، هذا بيتي، انت ما بدي بيعه وبيعه انت ما بدي، ما حدا له عندي. وهيك الشكوى تبعك بتكون باطله؟ بس يا سيدي وانت فيك تشتكي عليه. لا سيدي ما بدي اشتكي عليه، بس بدي هيك اكله فلقه ليبطل يتبلع على العالم. ايه عسكري اعملوا اللازم. سيدي والله العظيم هاد زلمه كذاب. لك يا بي احكي لك كلمه. الله معكم. شرف عمي، الله معكم. كتر خيرك سيدي. اهلا وسهلا. شرف عمي يا ابي. شرف شرف عمي شرف.
رضوا يطلعوني من الكراكون لخلعوني فلقة من كعب الدست. إن شاء الله بتتكسر إيديهم يا رب. أخي شو من شان البيت؟ شو بيعرفني؟ لك تذكروا أنتو هيك يعني بلكي من شي شهر أبي طلع برا على الحارة ورجع معه كيس مصاري، والله ما بعرف. لك أبوك صلنا أربعة أشهر ما عم نخليه يطلع على الحارة. لك ما أنا هادي عم قوله. بلا بلا، مرة غافلنا وطلع بالليل لحاله، يمكن بهداك اليوم باع البيت لراشد. طيب أختي تذكري رجع معه شي كيس؟ ايه بتذكر، رجع معه كيس وقال وقتها مليان تفاح وما رضي يعطيني ولا تفاحة. معقول يكون بايعه وقابض حقه من غير ما ندرى؟ ايه معقول يا مو معقول. انا رح فوت دور بأوضته. ايه روح يلا يا مو، انا عايزتك بكلمتي. يلا طلعوا نحمى لإيديهم ان شاء الله. يا سراء يا حرامي ويا حرامي يا سراء. شو في يا بي؟ شو سرقت مني؟ ومني؟ شو سرقت؟ شو بدي اسرق؟ ما سرقت شيء. شو في يا بي؟ طالع اللي سرقتهم، طالعهم احسن لك واحسن لك. طالعهم يا بي ما معي شيء، فتشني شر افتح. لك يا حرام يا هو، هذا عم يسرقني وبده يقتلني. شو بدك بده يقتلني؟ يا بي لك شو يسرق معي؟ سرق ابنك هاد ابني. لك شو فكرتيني؟ مخرف؟ ولك هذا ابنك؟ من جوزك الأولاني ومن جوزك الأولاني هذا ابنك. يا بي أنا ابنك، أنا ابنك، أقسم بالله ابنك. هلا أفرجيك، هلا أفرجيك. امشي معي. لوين؟ ومعي امشي. لك امشي قدامي. لك جاري أول ما أبي. كراسي ولا؟ لك هذا ابنك. ولا دقيقة بس لحتى ألبس، ما حلوة أطلع هيك بالحارة. روحي هيك. لك جاري. لك شو صار له؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شو صار له؟ شو بيعرفني؟ الله فيقني ورجاني هو عم يسرقني، وهو عم يسرقني الله فيقني ورجاني. وشو سرقك؟ سرق لي 1000 ليرة ذهب. شو 1000 ليرة ذهب؟ أم التاج الأحمر. الأحمر أم التاج. حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما سرقته سيدي. إي والله لأرفعك فلقة، خلي رجليك تفقفل هلا. إي سيدي إي، أرفعه فلقة. خليه يتلوى من الوجع، ومن الوجع خليه يتلوى. عسكري خذوه، خلينا تبين الامر. امرك سيدي. يا سيدي اقسم بالله. روح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك تستري يا حرمي، ويا حرمي تستري. لك شو بك ابو جابر، انا مرتك وهي بنتك. حاجه كذب، عيب عليك تكذبي هيك كذبه لتسرقي البيت. قالوا شو؟ جايبة بنتها الصغيرة معها، وبنتها الصغيرة جايبتها معها. يا بي أنا بنتك، بنتك. نلعو من بيتي ومن بيتي نلعو. هذا بيتي وبيت ولادي وما بطلع منه لو شو ما كان. هلا بتشوفي شلون رحت على كون ورحت على كون. هلا بتشوفي. وين راح هذا؟ ما بعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. جبت لكم اياها ما كان لحاله، كان معه تنتين حريم بدهن يسرقوني، بدهن يسرقوني تنتين حريم. وانت متاكد من الحكي؟ متاكد. واذا مو مصدق باخذك معي بتشوفهم وهن قاعدين ببيتي كانه بيتهم واعز اعز بيتهم كانه. معلوم يا سيدي، هذا البيت إلي ولولادي. ايوه يعني انتوا اهل بيته لابو جابر. يو هذا جوزي ابو جابر وهي بنته. ايوه شو ابو جابر؟ مين ابو جابر؟ وابو جابر مين؟ يا سيدي جوزي مخرف. صح 100% و100% صح. كل الحكي اللي عم يحكيه ما له اساس من الصحه، اصلا نحن اهل بيته نسياننا. معناتها جابر ما كان عم يسرقه. لا شلون بده يسرقه؟ جابر فات على الغرفه لحتى ياخذ غرض، عم فكره حرامي. ايوه وصلت بيعت البيت اكيد فيها إنا. ايه معلوم يا سيدي فيها إنا، شنو المستاجر اللي كان مستاجر
ما معه ياكل وبحياته ما عطانا الاجرة كاملة، فشلون بده يشتري البيت؟ ماشي، أنا هلا رح أتأكد. يا ابني. نعم سيدي. روح جيب الكاتب بالعدل ورجع جيب راشد، وخلي العسكري اللي برا يجيب جابر. أمرك سيدي. يا عمر الحقيني. عود يا جابر عود. ماشي قدامي ولا؟ هذا هو سيدي. هذا هو اللي اجى لعندي وقال لي صاحب البيت يلي بده يبيعه اياه جايب كاتب عدل وهو خايف يضحك عليه. ايه؟ ايه، سألني على تفاصيل الحجة وانا علمته اياها. يعني مو انت يلي كتبت له حجة هذا البيت؟ اعوذ بالله بنوب سيدي. ايوه، شو بتقول؟ بتعترف ولا بنعمل لك اللازم؟ لا سيدي، بعترف بكل شيء. هات لنشوف، اضحكنا. سيدي ابو جابر زلمه خرفان، استنيته ليطلع برات البيت، اشتريت له شويه اغراض وطالعت الحجه وخليته يبصم عليها. اه يا حرامي يا نصاب. اه ايه سيدي، هلا فيك تشتكي عليه انت؟ لا سيدي ما بدي اشتكي عليه، بس هي قدامكم انتوا الاثنين، بدي امهله شعر يفضي لي البيت، وكمان بدي ياكل من الفلقه اللي دقتها انا. من عيوني التنتين تكرم عيونك. خذوه عملوا له اللازم. سيدي هي اعترفت ان شاء الله. روح شرفوا سيدي. يلا يا رب يلا يلا يلا, يلا.